إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله معنى يحادون قريب من معنى يشاقون، والمعنى يحادون يكونون في حد وأوامر الله ورسوله في حد آخر، يكونون في شق وأوامر الله ورسوله في شق آخر، يعني لا يوقرون شرعا ولا يمتثلون أمرا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أذلوا وأهينوا إن عاجلا أو أجلا كما كبت الذين من قبلهم، كما أذل وأهين الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات دلالات واضحات تبين هذا في عدة آيات، مفادها أن المعادي لله ورسوله والمحادد لهما يذل ويهان وإن متع قليلا، لكن العاقبة دوما للمتقين ودائرة السوء على القوم الظالمين والكافرين. وقد أنزلنا آيات بينات دلالات واضحات مظهرات أن المحادد يذل ويهان، كما حدث لفرعون، كما حدث لقوم صالح عاقر الناقة، كما حدث لقوم عاد، كما حدث لغيرهم من الأمم التي أفناها الله وأبادها. قال تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي مخزي مذل في الآخرة بعد الذي حل بهم في الدنيا، يوم يبعثهم الله جميعا، أي لهم عذاب مهين. متى؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بالذي صنعوه، أحصاه الله ونسوه، هم نسوا ما عملوا. أنت جيت ماذا صنعت من 20 سنة؟ أنت من تفاكر ما تذكر الذي صنعته من 20 سنة؟ لكن ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله المؤمن يوم القيامة، يقربه ويضع عليه كنفه ويستره، أي من الناس يستره لا يفضحه سبحانه، يستر المؤمن ويقرره عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر نعم بلى نعم يا رب عملت، ويظن أن قد هلك، يظن أن قد هلك، فيتفضل الكريم ويقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ينادى بهم على رؤوس الناس على رؤوس الخلائق يفضحوا، وأي خزي أشد من هذا؟ يقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فأيها الإخوة، ربكم كريم وحق الكريم أن يستحي منه، حق الكريم أن يشكر وأن يعبد سبحانه وتعالى.